لا أنا طبعا مهما أتكلم عليها مش هعرف ده حقها، يمكن من وأنا في المحلة وأنا مش ناسيلها أي حاجة عملتها معايا. آخر يعني حاجات كتير أوي عملتها معايا، من ضمنهم فاكر يوم الحادثة، يوم كسرت باب العربية برجليها وطلعتني بره العربية وهي كانت جوه، كان كتفها مخلوع، ما سابتنيش خالص. لا احكي لي الحادثة، أنا مش عارف الحادثة دي. كنت أنا في المحلة، كنت لسه صغير وبعدين واحنا هي ما كانتش بتسيبني لحد كانت بتروح معاك المحلة لحد 18 سنة ما كانتش بتسيبني والله. ووالدي واخواتي وكلهم كانوا معايا كويس، بس اكترت الوقت كانت والدتي كانت معايا. كنا دايما بنرجع، كنا التمرين بتاعنا ما بنلحقش نفطر، كنا بنفطر في الطريق. ده في رمضان؟ في رمضان كلكم صايمين؟ ايوه. فانا كنا لسه هنفطر واحنا راكبين كنا راكبين باص كبير. فبعدين وهي كنت انا قاعد على رجليها، كنت لسه صغير. كنت صغير؟ صغير كنت لسه. فانا قاعد على رجليها، فبعدين عملنا حادثه وكان الباب جنبنا، ساعتها هي كسرت الباب برجليها. يا نهار ابيض. وكان كتفها مخلوع وعندها وكان عندها كسر في رجليها. كسرت ضربت الباب برجليها الثانيه وطلعتني بره العربيه وهي كان همها انت؟ يعني في حاجات كتير قوي عمري ما انساها، كفايه خوفك عليا زي موقف امبارح. يعني في حاجات كتير مش هقدر انساها لها بصراحه. فالله ربنا يخليك ليا ودايما كده في ظهري، وان شاء الله اقدر ارد لك اي حاجه من اللي انت كنت بتعمليها معايا. ربنا يا ابني يرضيك يا حبيبي، ربنا يرضيك، ربنا يرضيك. قولي لي يا رب يا رب يا رب، لما راح الاهلي فرحتي؟ طبعا 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 يا كابتن. حد طول يروح الاهلي، الله عليك، حد فكره الاهلي. يعني اما راح المحله زمان كنت بتحلم ان يبقى لعيب في النادي الاهلي ومنتخب مصر؟ بص يا كابتن، انا يعني كنت بروح اوديه وبروح اجيبه. اللي خلاني احب الكوره امام طبعا، ما كانليش في الكوره، انا كان كل ان انا اوديه واستنى يخلص تمرينه وارجعه. تفضلي قاعده لحد ما يخلص التمرين وترجعيه؟ لحد ما يخلص وارجعه. يا عيني، واخده المشوار ده من السنبلاوي للمحله وتقعدي تستني التمرين لحد ما يخلص ترجع بيه تاني للسنبلاوي. مشوار 14 سنه على كده. 14 ساعه 14 سنه 14 سنه ايوه على كده. 14 سنه ما سابتكش تمرين كابتن؟ انا لحد 18 سنه كنت بقعد على رجلي والدتي. اللي بتهزر؟ والله العظيم ما كانت بتسيبني. ده قصه تتعمل فيلم. ايوه ما كانتش بتسيبني، كانت دايما معايا في كل حاجه. كنت يا كابتن كنا بنلعب خميس وجمعه في نادي الصيد. ايوه طبعا كانت بتيجي معايا يوم الخميس، كنا نروح نادي الصيد، نيجي نلعب نرجع تاني وتصحيني الفجر نرجع تاني نادي الصيد. والله ترجعوا من الصيد للسنبلاوين وترجع تاني ولا جايباك؟ ايوه طبعا وهي معايا. يعني هي شافت حاجات معاها كابتن كتير، غير بقى ماتش ما بنزلوش واطلع متضايق. هي طبعا يعني هي ما كانتش فاهمه في الحاجات دي قوي، بس دلوقتي بقت بتفهم.